المقابل ولاتسيو يتراجع للمركز العاشر. صحيح، كنا ننتظر لمباراة خاصة الدربي اللي كانت بين لازيو وروما اللي مش تعمل يمكن الفارق وتخلي لازيو ينافس، ولكن بصراحة هزيمته ضد روما خلت فريق يتراجع. اليوم يلعب ضد فريق يلعب على تفادي نزول مثل فريق أمبولي، ينهزم بالشكل هذا فأكيد هزيمة هذه ستكون لها سلبيات على ترتيب الدوري الإيطالي. ففريق لازيو من الفرق اللي دايما في الدوري دايما تنافس على المراتب الثانية الثالثة الرابعة.